الخطة وليست كبيرة، لأن وجوده في أرضية الملعب كفيل بأن تكون المتعة حاضرة. كرة من ضربة ركنية، جول جول فاتو، البطة فاتو، انطلق فوق الكل وتحت أنظار الأسطورة باولو مالديني. فاتو بشكل ممتاز يسجل هدفه السادس في الكالشو الإيطالي. حلوة باتو، وباتو على غير العادة ما يسجل كثير براسه، لكنه ارتقى عاليا في الكرة الماضية من ضربه ركنية من الهولندي، وارتقى بهذه الصورة الممتازة وسجل في مرمى سيريغو هدف المباراة الأول. قبل ثواني فقط كنا نتحدث عن مباراة يجب أن تكون الأهداف حاضرة فيها، الهدف الأول حاضر، والهدف الأول للبرازيل الممتاز إلكسندر باتو، هدف